Uh, effort and an update then dr amayada will provide her uh, session i hope you like the day um, please um, uh, we'll ask you all the favor if you can feed us back about your opinion about the activity and uh, the lecture we appreciate this is very much because this is actually the only game that we give it to our guests and uh, so your your opinions are so valued for us. So please don't forget to provide us with the feedback. Feedback is important for um, you know for improving and uh, helping us to maintain all these series and these effort. Thank you. Um, May, are you around? Hi, good morning. Can you hear me? Uh yes, Can

في الخرطوم طيب uh, الفكره في ما انا عشان مع الايكو بتاعي حاسه انه اكنت تراي I think that is fine are you talking through us um, mic يا yeah, مي ولا سماعات لا لا والله سبيكر عادي uh, طيب do you want to mute yourself and then unmute maybe it That's will change try if you feel you unmute yourself he did not care what do you think for us there is no echo from our echo side from but, but the voice the voice the voice is a little bit low so if you can increase your voice okay i don't what do you think

Something will get better. So الفكرة uh, إنه um, إحنا عارفين الأحداث في السودان من شهر أبريل uh, 2023. Uh, المستشفيات uh, الصحية عموماً، basically عن <applause> pediatric section، uh, في حالة اضطراب وأمورهم ما stable. وتقريباً uh, uh, كان بس في جزء من المستشفيات شغالة. Uh, ونحن uh, كجمعية طبية، لأطباء الأطفال في UK بالإضافة لجمعيات طبية في أماكن تانية من العالم كنا بنحاول ندعم زي ما لاحظتوا ماديا وبطرق تانية لكن من ناحية مادية كنا بندعم بعض المستشفيات كانت operating المستشفى كنا بندعمها في اللحظة ديك أو في الوقت ذاك كانت مستشفى المستشفى التركي الكلام ده استمر لحد شهر سبعة أو بداية شهر سبعة بعد ذاك unfortunately الأمور مشت من سيء في السودان لأسوأ فبقى بدل ما كان الاستهداف عام لكل الخرطوم وكل الأماكن المنشآت, الحكومية عموما وكلها والحتف الخاصة بقت كمان الاستهداف أكثر للمستشفيات وأكثر للأطباء أو لل... لل... للكادر الطبي العام في المستشفيات دي فبدل ما كان الموضوع working on like with the minimum resources بقى الموضوع إنه they could not um, they could not actually get into work because الموضوع بيقى مؤثر على their safety ف unfortunately, حتى المستشفى كنا بندعم المستشفى التركي وغيرها من المستشفيات الكثيرة المستشفى النو um, ابو كلهم كلهم they, they stopped working حتى ال, يعني حتى بعد المينيمم they couldn't لانه الدكاتره والممرضين والطاقم الطبيب ما قادرين اصلا يوصلوا المستشفى فمن كذا قدرنا لقينا انه الحل الوحيد انه ندعم المستشفى الوحيده بيجت اوبريتنج في الخرطوم لان اللود بتاعها بيجت كبير شديد الكلام ده تقريبا من نهايه شهر 6 في شهر 7 كده مية في المية كل الـ كل الـ كل ال متوجهين لل pediatric لل لل البلوك اللي هي مستشفى البلوك ف for that for, uh, for um, بقينا إنه ما في حل غير إنه ندعم مستشفى البلوك uh, زي زي باقي الجمعيات الطبية كلهم بيدعموا نفس المستشفى um, ال تقريبا الحاجة اللي وصلنا لها من من الناس الاون جراوند في السودان انه الاحتياج للمستشفى دي هو بيوازي بالباوند حوالي 7650 باوند شهريا طيب حاجه كويسه الحمد لله انه بعض الجمعيات من الاماكن الثانيه زي من امريكا في سافا حاولت انها تقدم المساعده للشهر الاول وكمان المساعده برضه حتكون جزئيه لانه لبس للأطباء مثلاً لكن باقي البراميديكال البراميديكال transportation حق الأطباء ذاته لسه ما تغطى فهنا جاء دورنا إحنا أصلاً already زي ما قلنا أو زي ما عارفين أنه إحنا لسه ما زلنا بنجمع في تبرعات I know it's not that enough لكن it would do something يعني in addition to other to other help from other places إن شاء الله we will We will achieve. We will get somewhere, So that's that's our plan. Our plan, actually. That's what we're doing at the moment. We are doing um, a, a campaign. Let's help al Buluk. حنحاول نكتر يعني نحن قاعدين نحاول نستفيد صراحة من كل البلاتفورمز نتكلم نوري الفكرة بتاعتها لكن حنقوم نتكلم عنها بتوسع نوري الصور نوري فيديوز what we doing uh how is it like the situation over there uh حنتكلم مع دكتورة إسراء اوريدي عامله لها فيديو أنا ممكن أدخله برضو في في جزء من الإعلام بتاع الـ بتاع fundraising بتاع 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 بتاعنا بحيث الناس ممكن تطلع عليه وبلس الفيديو بلس سوري الفوتوز الابديتد فدي ده جزء بس من الحاجات اللي احنا بنحاول نقدمها عشان نساعد في ظل الظروف الراهنه um, بس اتمنى انه فكرتي تكون وصلت ولو في اي زول عايز يسالني in, uh, about more details عن الحاصل وكده uh, you are more than welcome uh, طبعا through الجمعيه uh, ولا through myself Um, available, and we'll also be doing fundraising maratani again. Uh, if uh, anyone is, is willing to share, Hajatani was thing I want to say before I finish my speech is that it's not only you. I know, I know we're quite bombarded. We are Sudanese already. We are bombarded. We had enough. Um, some, some of us are really struggling to meet the needs of our families. We are in the middle of it. Uh, we're struggling we are fatigued i mean you that's that's the truth that's the reality even if we don't we deny it but the thing if we couldn't if we couldn't do if we couldn't pay ourselves in to share between our colleagues at least and non-Sudanese of them and so good in this country i consultants with our own from different nationalities all of and i'm sure in by Propagating the idea and just, just like you know, keeping the keeping the the ball rolling uh, among yourselves, among your your trust, among your your colleagues. I'm sure that they will talk to them. So I think that if we just spread it around, the thing will help us a lot. So this is our idea, and I hope it will be clear. If anyone has any questions, please get back to me. So far, unfortunately, we're just playing through cards, but uh, لكن... Uh, if anyone uh, have any other ideas, just let, let us know. And, yeah, please share them with us. Uh, thank you very much Thank you, May uh, uh, Now please welcome with me Dr. Mayada afan uh, Dr. Mayada is an acting Director of Public Health in Dudley Local Council. And she's the president of Sudan Interest Group of Faculty of Public Health as well. She is an international leadership development consultant, and she's passionate about leadership and personal effectiveness and bringing the best of all of the people. I hope you find her presentation joyful. And um, uh, so, so, sorry, can you sorry can you mute, mute your mics? Yeah, thank you. So I hope you find her presentation joyful and uh, um, uh, please Dr. Mayada will appreciate as well much your feedback. So uh, I had left the link for the feedback in the chat, in the common chat and, and at the end, I will share a Q, uh, QR code for the feedback form as well. Please Dr. Mayada, the mic is yours now. Thank you. Uh, thank you, thank you, جمعية الأطباء الجمعية السودانية البريطانية لأطباء الأطفال وصحة الطفولة I'm really really grateful to be here We're really honored to be uh, amongst you um, I would like this session to be an interactive session كيف عندنا ما شاء الله 18 people on with us uh, So Our session today is titled Be the Best Version of Yourself. I think the more stresses and the more uh, progress we have in our career and the more we go forward, the more we need it really to ensure we are working at our best in all aspects of, of our life. Hence, uh, this, uh, this session. Um, does anyone wants to want to share reflection on what do you think? What do you think? What what this best version of yourself mean mean to you? just open the microphone and tell us. if there's any If there's we can move on. Okay, let's move on. Today, Anna, I'm going to focus on three areas three elements or three uh, pillars for a, a ensuring you are working and living at your best and no, being best is not just for work for work and your personal life okay our uh, our aspect is the inner strengths okay and believe me the more you, you become senior and the more you have leadership responsibilities, Yet the more you need to rely on your inner strength it is uh, annabel is success in life equals inner inner strength okay the second aspect is a solution focused mind or the way we think about life and about all the circumstances around us we're currently in the situation in Sudan we really need, need to have uh, this approach which is the solution focused mind they say the third aspect is personal effectiveness we've got 90 minutes for this session so Anna uh, well, once we we finish the first aspect I'll stop and then I'll take questions what is inner strength inner strengths? Really as I said one of the most important, what one of the most important aspects one of the very good quote I, I, uh, I, I found is sometimes you need to be your own hero you don't need to depend on other people to pick you up or pull you uh, up from down so you have to look inside yourself and find your inner strengths okay so that is the fairest step it is all within you, believing and understanding it is all within your inner strength. The first aspect of inner strength is how can we achieve inner strength? Number one is we shouldn't be scared of failures. Nelson Mandela Gall, I never lose, I either win or, or learn. Okay. So when we um, into the 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 habit and and di kullaha, di kullaha developed habits you have the ability to turn failure into success okay or you look at any failure situation and see what can i learn from this how can i change it into something that in my in my favor even even is a a cannot complete disaster a success via learning or success via avoiding in new, the same mistake happens again. How can we, how can we develop the habit of turning failure into success? Number one is self-reflection. Really, really important. Finas, you can write, finas, you can do it mentally. You need to reflect, okay, so we are in the here and now. This is the situation. okay how can i see any positives in this situation or not what can i learn from this situation al haga al tanya alli btsaedna in the inner strength huwa mentoring wana i advise you بالذات الناس اللي في بدايه الكارير حقينهم او حتى whatever يعني um, level in your career you have to have a mentor the mentor that insan in your own discipline

rather than uh, learning by trial and error they pass their learning to you second hiya al coaching al coaching da bikun uh yani not from your discipline We بيكونوا train coaches وعندهم specific tools they use to help you navigate through uh, through situations so please and there are lots of opportunities for the NHS around mentoring and coaching so is a fee one single take home message today Here, you have to find yourself a mentor and coach At coaching expensive and mentoring عاده الناس بتعمله for free and become part of their development yani even a senior consultant is going to mentor you the part of their development and they can add it to their cpd okay so this is so it's easier to find the mentor At coaching uh, because become few uh, expenses lacking sometimes fee schemes within the nhs that help at coaching if you're thinking well i have coaching is struggling no not at all And al coaching that is not for someone who is struggling and coaching that exactly will help you to get the best version of yourself to to work at your and um, at your uh, at your best al taniya, uh, the second aspect of an inner strength okay and in not to compare yourself with others okay e e e so إذا أنت عملت كده أنت دائما وأبدا we compare ourselves negatively بالذات إحنا جينا هنا junior doctors and you see a senior ولا well, الدكتورز uh, اللي هم they are trained في البلد دي they speak English fluently عندهم the home roots في in, in this country okay فإن this case just compare yourself with yourself try to be a better person tomorrow than today وهكذا يعني be in a, in a, in a self uh, development journey and not, not to compare yourself with anyone else حتى في الحياة حتى في الحياة العادية دي الأشياء لأنه ال comparing بيضعف it, it weakened your, uh, your, inner, your inner strength أن أن الحاجة الثالثة في الإنر سترينجز هي اللي هي positive thinking or positive mind. حس في a whole يعني, يعني related related leadership اللي هو a positive psychology a whole discipline now. okay. Uh, you have to appreciate what you have, the small before the bigger things, okay? And remind yourself regularly. نحن المسلمين مننا بنقعد نقول الحمد لله الحمد لله لكن we don't think why نحن بنقول الحمد لله. فالpositive thinking يا جماعه it releases dopamine في البراين. يعني ده حاسه latest evidence, okay? يعني انت لما تقعد يعني لما تخلص نبطشيه وانت سايق راجع بيتكم ولا ماشي وwhatever.

when you go home you will be really هت هت تشعر إنه معنوياتك ارتفعت you can sleep well and you can carry on uh, in 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 your life okay الحاجة الثانية الحاجة الرابعة في the ال inner strengths you have to be in the driving seat of your life يعني الvictimization mentality انه انا الحصل حصل ده عشان امي وابوي ولا عشان انا هنا أسنك ولا عشان ال ال الشعور بال 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 ده بيقضي على بتاعتك okay؟ طيب كان انه احنا we feel victims؟ احنا يا جماعه ال 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 blueprint our default situation in life diamond negative you have to Uh, uh, train ourselves اننا نكون positive فاهم حاجه لما تحصل الحاجه الاكسبتنس مهم جدا جدا وانه انت not to blame yourself or others الشعور بالhelplessness يعني don't feel والله يا اخي انا ما عندي حاجه اعملها وانا uh, uh, خلاص الحاجات دي كلها بقت علي وتقعد تطبق يدينك وتستنى انه you wait for others to solve your problems الكلام ده ما بينفع كويس من الأشياء اللي بتخلينا to be in control in our life is to control our negative voice، كل واحد عندنا عنده negative voice وبيجيك وهكذا. فواحدة من ال ال cognitive behavioral therapy rules إنه أنت الح الح الحكاية بتبتدي بالأفكار، الأفكار بتتحول لمشاعر، المشاعر بتتحول لتصرفات، okay؟ فأنت إذا إذا if you manage to Identify a negative thoughts and you uh, balance them with positive thoughts even mean al madi aw keda tayy ma tayy gol enti ayza get the job hay keda negative no i'm not going to get the job um, um, i i leh hay douni li ya ana ma arfa hatkon fi competition keda tayy fakir tayy the positives hagatty ana شنو i applied for other jobs I ana amelt katabt CV kwayesa do you know what i mean so you have to balance your negative thoughts okay and uh, احنا اتكلمنا عن ال positive thinking you have to have clear aims in, in life يا جماعه يعني حاسه بالذات الناس الباديه الكارير بتاعها انا I encourage you encourage you strongly to have aims aims short term انا مثلا سي انا في سنه اولى من ال 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 اس بتاعتي اوكي okay. Uh, 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 مثلا year one ال Objectives بتاعتي في year one هتكون شنو و year two و year three ولا في الثلاثه شهور الاولى والثانيه والثالثه، لكن لازم يكون عندك Objectives بعد ما تخلص التريننج. As a consultant, how what do I want to be? ولما تبقى consultant, where can I what do I how can I or what I want to see myself in five years time? What added مثلا Responsibilities and leadership? هل انا عايز ابقى Clinical Director ولا انا عايز uh, مثلا uh, to have بروفيسور شيب في ال في البيدياتريكس وهكذا. Okay، ف وبعد ده يعني من الاشياء اللي بتخليك in control in your life لازم تكون في المينتاليتي بتاعت الاناليسيس. إن 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 في ال situation حقتك لما يكون عندك options analyze the positives وال negatives. الحاجات دي مهمة مهمة جدا جدا جدا. في أي سؤال so far؟ I هذا الكلام جميل جدا. التسكيل الدائم بالحاجات دي ممكن كيف يعني كيف كيف تو الحاجات دي in our brain يعني ما احنا كثير زي ما قلتي بنقول الحمد لله الحمد لله لغايه لما بيت kind of a robotic action كيف انا ممكن أذكر نفسي إنه I mean what I what I say عرفتي قصدي كيف؟ آه شكرا يا بوران شفتي دي يعني ال ال وانا اذكر الحكايه دي ال, 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 ال الانر سترينكس ده از جيرني كويس وحاجه احنا لازم نكون عارفين احنا وير جونا جو ثرو من مما من، من نعرفه لغايه ما حياتنا تنتهي بعد عمر طويل ان شاء الله كويس فالسيلف ريفليكشن مهم جدا 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 احنا عشان الحاجه عشان تبقى عاده محتاجين 28 يوم فمثلا من الليله لو كل واحد من الحاضرين السيشن زين والناس اللي معانا في اللايف ستريم اذا قلت انت get انتو the habit اوف خمسه دقائق قبل ما تنوم اتذكر الحاجات البوزيتيف اللي حصلت ليك ويس وتراي تو ريمايند يور سيلف انا ما أقول لك هتعملها كل يوم لكن لو قدرت تعملها every day for 28 days هتبقى habit. وات اي سيد اباوت الاون كول الحته دي مهمه يا جماعه انا واحده من الناس I started my career as an obstetrician and gynecologist and I remember very well لما اكون مقضيه 12 و14 ساعه اوفر نايت في labor work very very busy وانا طالعه الصباح كل تفكيري بيكون او النيونيت اللي اتولد بلو ابجر سكور وقاعد في النيونيت اليونيت uh المره اللي مش عارفه شنو ولا هل انا هيكون عندي ليتيجيشن ده كده فيري دامجينج تفكير ده ما ما دينايل لكن ات ذا سيم تايم يعني اي ويش كان التفكير والله وات وينت ويل في اليوم ده وات وينت ويل في النبطشيه دي وات هاف اي ليرند كويس فالحاجه دي يا بوران ما سهله لكن وأنا إن شاء الله آو الشار الال presentations دي معاكم وارسليها هرسليها لوفاء وهي شي can share باي باي an email ف you have to you have to remind yourself all all the time كويس طيب الحاجة الثانية في 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 the personal strength أو الخامسة كويس هي resilience resilience يا جماعة the emotional resilience دي حاجة مهمة جدا 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 ودي الفاونديشن انا خليتها في النهايه لان الفاونديشن الفاونديشن لانه انت تقدر تو تشينج فيلير انتو انتو سكسس اور يو ليرن يو ليرن فروم فروم فيلير Al foundation li inta you think positively. Al foundation that in you don't compare yourself from others. Like, so what is what is resilience? There is no an Arabic word to, to sum a resilience. Okay. Lakin here, how we adapt very quickly and cope with stresses in life. Okay. How you go back quickly, bounce back from a setbacks. Okay. ما معناها إنه أنا أو feel أعيش in denial ولا آه دي ما مشكلة ما هتحصل حاجة لا لا أنا اي acknowledge لكن بسرعة جدا جدا أنا اي recover وأرجع للنورمال normal لل performance بتاعي يعني ما 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 الحكاية دي ما تخليني إنه أنا أتكسر وأقعد و فيل feel sorry for myself وأعيش في حالة من الدراما Okay. طيب قلت زي يعني طيب إيه هي الأشياء اللي it can build the emotional resilience حقتنا والكلام ده مهم جدا جدا أول حاجة الoptimism optimism ال positive thinking يا جماعة والpositive thinking ده extremely extremely مهم في ال 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 إنه أنت يكون عندك resilience resilience الحاجة الثانية الثقة بالنفس أو self-belief و self-control okay self-belief يعني أنت تكون واثق من نفسك و self-belief يا جماعة you are pediatrician it is built for five years of life بالمناسبة uh, in in terms of how you bring up the children تديهم ال safety تديهم ال love uh, تديهم ال attention don't compare them with others and all this لكن if it hasn't been built on us

عبد لي ال, ال, الرغبات ولي كده يعني you have to exercise you have to exercise you have to do you have to read or, or study for your exams you have to study uh, for your exams الحاجة الثانية اللي بتساعدنا إننا نكون resilient هي إنه إحنا يكون عندنا flexible mind we are willing to adapt to the situation اوكي okay. وبعد ده البروبلم سولفينج انا هتكلم عليها والايموشنال اويرنس الايموشنال اويرنس مهمه انه انا اكون عارفه triggers حقتي الحاجات اللي بتعمل لي الغضب والحاجات اللي بتعمل لي بتخليني ايموشنالي unwell ولا uh, vulnerable وبرضه الايموشنال اويرنس بالناس اللي حواليني برضه A social support مهم جدا 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 في الريزيلينس، مهم جدا انه انت يكون عندك network of support، وبعد ده السنس اوف هيومر هنا مقصود بها شنو؟ انك انت يعني يعني ما تكون very serious in life ويكون عندك المقدره انه انت يكون تستمتع بالاشياء وتضحك في 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 هذه في هذه الحياه. فال emotional resilience يا جماعه ده هو الفاونديشن. أنا بفتكر والكلام ده قالوه عدد من الناس اللي هما بيتكلموا عن ال 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 inner strength. The difference between success and failure is the ability to get up again after being knocked down. بمعنى إنه اللي بيفرق الناس في انسان احنا we will never be able to control a life circumstances اصلا اوكي okay. ما هتقدر تعيش ولا ولا عيالك ولا كده you wrap them in a cotton ball وتفتكر انه هم انت هتمنع عنهم هتحل عنهم كل المشاكل وكده انت بالعكس انت كده you are يعني decreasing their resilience لكن اللي هي شنو لازم احنا نتعلم how we adapt and how we can يعني how we can overcome ال, ال, ال setbacks وده الفرق ما بين الناس الناجحين والناس ناجحين كويس وكل الناس بالمناسبة اللي بتشوفوهم ديل اللي هم حسا مثلا ليدرز في النجاح ولا في البيزنس ولا في كده الناس دي مشو يا ما شو بانكربسي يا جاتهم فيري فيري سيفير سيركمستانسز اند ذي مانج تو اوفركم ذوز سيركمستانسز لكن الانسان اللي هو كسرته هذه الاشياء كويس اصله ذي دونت ريتش السكسس او الديزاير desired success طيب ال إحنا كيف طيب we develop psychological Uh, resilience. أنا هتكلم عن uh, uh, two ways. ال resilience في ال emergency ولا في at the same لما لما يحصل لك a setback، كويس؟ وبعد ده ال resilience عشان تكون حاجة continuous in your life. اللي هي you have to work on it all the time. كويس؟ وإحنا إحنا عارفين ده ال grievances for ريسبونس uh, طب لما نحن تحصل لنا سيت كويس بنمر بال uh, بنمر بالفيزز دي الدينايل والانجر والديس اورينتيشن وبعد الاكسبتنس وبعد ده الرينيوال اور ابيليتي خلاص احنا uh, بقينا وصلنا ل وي ار كويس قبل ما تحصل لنا المصيبه او الستباك باك مهم جدا انه نمر في الجراف ده بسرعة كويس ومهم جدا إحنا we accept the graph ده and we understand it كويس عشان عشان نعرف نتعامل آه نتعامل معاه طيب how we do that طيب so ال ال زي ما قلت إحنا محتاجين to recover more quickly الدينايل يعني لازم نكون عارفين لما قامت الحرب دي كلنا لا 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 هتنتهي في 24 ساعه لا لا الكلام ده ما صح ممكن يكون كلام سوشيال ميديا كويس مهم جدا جدا انه احنا بيكونوا كونستركتيفلي اكنولوج الحصل ده كويس طيب الحصل ده حصل طب احنا ممكن نتعلم منه شنو وممكن يكون البوزيتيف في السيتويشن دي OK، وبعد ده, you write الحاجة اللي تخليك تقدر يكون عندك constructive acknowledgement، write down the negative thoughts you are having، و write down the positive thoughts، و write down the ways or the action to, to overcome the problem. OK، so الحاجات دي هتخلينا to يعني overcome the denial faster، بمعنى لما تحصل المصيبة، لازم أكون عارف إنه my first step هي ال denial. كويس وانه انا هاو آي ريكفر فيري كويكلي من الدينايل ده وانا آي باس الستبس اللي انا ذكرتها كويس <سؤال> مثلا عندك project fail to achieve a major milestone or سقطت في الامتحان مثلا ولا you lost يور job فمعناها شنو بسرعه جدا انه انت you uh, you اكنولدج uh, الحصل ده وتبتدي تفكر طيب ليه انا سقطت النيجاتيف ثوتس النيجاتيف ثوتس حتجيك والله لانه انا بليد وانا كده وكده نو no. كويس تكون فيري اوبجيكتيف في الحته دي طيب لانه انا مثلا uh, بالذات لما يجيك فيدباك الحته دي انا ما قريت فيها كويس او او مثلا ال ال, ال البروسيس او الميكانيزم بتاعتي ما كانت صح او ما حليت امتحانات كفايه او يو كان جو اند اسك الناس الناس أن نجحوا كويس انا الاكشنز اسال الناس اللي نجحوا اشوف انا عملت شنو او لقيت فيدباك وهكذا فدي الاشياء اللي بتخليك انت to overcome الدينايل لكن عشان تقعد في حته تحت الدينايل وما تبتدي تحل او تو المشكله ده هيطول لك ال 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 Psychological response بتاعك وهيخليك انت يعني يعني not to not to move to ترجع لوين you are وهيقلل ال resilience. النكست ستيب الأنكر كويس يعني الزعل وحصل ده كده ليه؟ وهنا, We have to acknowledge it انه anger وال impact بتاعك وفي الحاله دي برضو you need to negative challenge your negative thoughts و You can anger challenge your anger privately. لو عايز تصرخ لو عايز كده، لو عايز تمشي توا exercise أو تجري أو كده. لكن الـ knowing إنه الـ anger is part of this reaction، وإنه you have to have ways to dissipate this anger. <ến> Esta, <piston> disorientation. A third والال step الثانية في emotional reaction هو the disorientation. The disorientation ده a very very challenging part of it. Okay. اللي هي شنو؟ بتكون ماشي ما عارف ذاته الحاصل شنو، زي زي يعني بت... بتشعر انه انت disorganized ما فاهم ما عارف and you don't know what to do. ففي الحاله دي في ستبس معينه انك انت to overcome disorientation. اول حاجه talking to other people. اوكي okay. ده مهم جداً, جدا 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 to reduce your unhappiness. اوكي okay. بس في ناس في الديس اورينتيشن ده بيفتكروا انه هم والله يا اخي هيكونوا فولنربل وهيبينوا ضعاف واحنا آه ما انا ما ممكن اتكلم او او بالذات الميلز يعني انه انا والله يا اخي امري ساد انا شاعر انه انا محطم انا توك اباوت ات اوكي ولما تقعد براكه في في المنحه تحت ديس اورينتيشن وما ما تاخذ ال ال دونت يعني يعني تتكلم مع الناس وتطلب المساعده من الناس بتخلي النيجاتيف سوتس بتاعتك تزيد وبتخلي انه انت كونك توباس عشان تصل للاريا بتاعت الريزيلينس بتخليها اقل 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 بكثير. بعد ال وبعد ده بنصل للاكسبتنس ما انت طالما عملت الاشياء دي كلها بعد ده بتصل للاكسبتنس بتكون عملت نوتس بتكون مشيت في عندك اكشنز والله خلاص انا مثلا ما ما اخذت الجوب كانت في المرحله الاولى فكرت انه انا اسك فور فيدباك هراجع السي في اعمل مثلا اشوف which جوبز ثانيه انا هقدم ليها وبعد ده اشوف برضو ممكن منو يعمل معاي تريننج مثلا في 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 الانترفيو اوكي So بعد once إنه أنت خلاص وصلت للأكسبتنس وبقى عندك أكشنز وبعد أنت قادر to implement the actions دي بعد أنت هتصل لي المرحلة بتاعة بتاعة الرينيوال. Okay. فده ده يا جماعة الريزيلينس لما تحصل لنا مصيبة كويس أو تحصل لنا مشكلة لما تحصل لنا مشكلة أكيوت okay our problem this is how we need to how we need to go through it and this is how we need to navigate our psychological response طيب what do we need to do to be working on our emotional resilience all the time long term وكو... لو ما كان عندك emotional resilience long term بعد لما تحصل لك setbacks بتبقى بتبقى سهل جدا عليك انك انت you go through the steps اللي اللي انا ذكرتها واحدة من الأشياء practice mindfulness وأي زول شغال في ال NHS عارفين ال head space apps والحاجات في recent studies قالت إنه mindfulness it increases the synopsis في البرين و it, increases ال 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 و ال 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 receptors بتاعة السيراتونين uh, um, كويس ففي ناس بيفتكروا إنه يعني أو في research now going on إنه Uh, and mindfulness might be a cure or some uh, ways to manage uh, a lower level uh, depression يعني it can work as good as uh, our uh, uh, as the ssris -antidepressant. and antidepressants for practice mindfulness fikni min the apps و يعني انا when i started practicing mindfulness ده الايام ده شنو العوارض انا يعني اقعد 10 ساعات كده 10 دقائق هناي

Okay concentrate في, ال, في, في الشغل بتاعك concentrate with your patience بيديك لأنه بيعلمك أنت how you can go outside your mind and how you can go inside your mind فالحته دي مهمه جدا 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 another take home message بالإضافه لحكايه ال, ال positive إنك اننا نعدد النعم وننظر للأشياء in a positive way من الليله هي المايندفولنس. mindfulness فيا ريت كلنا uh, uh, أنا قاعدة أو uh, ام using ال, 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 ال اسمه شنو الهيد سبيس لكن في في ابس uh, في 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 ابس كثيرة الحاجة الثانية مهم جدا جدا انه بالنسبة لل resilience to set boundaries تكون عارف انت هتتحمل شنو من الناس وما هتتحمل شنو 200 عندك 200 when your boundaries has been have been uh, يعني يعني eroded when we when will you stand up for yourself كويس and لازم يكون عندنا ال ability to say no ودي حته مهمه جدا جدا وزي ما قلنا ال resilience انت محتاج ال support فلازم يكون عندك ال support uh, uh, circle بتاعتك مع الناس وال ال work life balance الحته دي مهمه يا جماعه اذا أنا هتكلم بعدين عن ال, عن الفيزيكال يعني الجسم العقل السليم في الجسم السليم ما في زون ممكن يكون عنده emotional resilience لو ما كان هو physically well حتى لو كان عندك chronic disease there is a ways of controlling this chronic disease there is a way of uh, التعامل معها كويس ولازم تكون well content انت عندك time for pleasure time for your family and time for yourself and time for your work وبعد ده قلنا طبعا الفلكسبل مايند والادابتبل مايند تكلمت ثاني عن البوزيتيف اتيتيود ان لايف الحكايه دي ده power of positive attitude الحتة دي الحتة دي مهمة جدا جدا وبقى الحاجة الثانية الزول اللي بيقول لك والله أنا أهم حاجة عندي أكون perfect this is absolutely nonsense الكمال لله وحده حكاية إنك أنت يسيك seek a perfection وإنك تكون very hard on yourself وإنه أنت لو غلطت يعني تبقى الدنيا دي هنا أنت كده دي signs بتاعت low resilience كويس ال high resilience إنك الناس ال resilient عارفين إن هما they are not perfect عارفين إن هما they can make mistakes لكن they will learn from these mistakes and they will never يعني أو they are not gonna repeat those mistakes Okay. express yourself يعني مثلا حكايه تقدر تقول نو no, عارف انت الباوندريز حقتك انت لا انت بتتعدى على حدود على حدود الاخرين ولا الاخرين بيتعدوا حدودك لو الناس تعدت حدودها بتقدر انت توقفهم in, in a nice and in a, in a, in a constructive way okay so ال, الاشياء في حاجات فيزيكال بتخلينا احنا resilience بتاعتنا لو واحده منها ان نكون تاير تعبانين sad ولا الشعور بالهوبليسنس فالاشياء دي لازم احنا نفكر ليها كويس ونحاول نتعامل معها برجع تاني كويس لحكاية البوزيتيف حكاية السادنس ال والهوبلسنس اللي هي نحن لازم نكون positive in this life لازم to look at the situations in a positive way هتخلينا إحنا نقدر to overcome السادنس السادنس وحتى الطايرنس يا ريت يا جماعة أي زول عنده أونكول من بكرة وإنت راجع من الأونكول وتعبان وكده أوكي إن شاء الله لو عندك خمسة دقائق commute لسريرك ولا لحتتك think about what went well in this هذه النبطشيه كويس و very very حتى الحاجات الصغيره الحاجات الصغيره كويس وبعد شوف ال بتاعها عليك انت وعلى level of your energy وعلى level بتاعت انك انت you can you can move forward طيب ال, ال ال الناس الريزيلينت ديلا هاو دو يو نو انك يو ار ا ريزيلينت بيرسون كويس اول حاجه يو نو يور باوندريز عارف انت حدودك شنو بتقبل شنو و, و, وما بتقبل شنو الناس ديلا دائما وابدا uh, they keep good company اسوا شي في الدنيا

Uh, they accept the situation when something happened, with the acceptance, fairest thing, okay. ديلا, they can have a good company with themselves, okay. And in they can't have all the answers, they can ask when they don't know anything. Oh, uh, I'll, 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 I'll check this and I will get back to you. احسن من انك تقول حاجه غلط بالمناسبه كويس فالحته دي مهمه جدا جدا وزي ما قلت عندهم many of self care habits هل انا المايندفولنس I will walk I will exercise هشرب enough water I will eat healthy uh, هأعمل ها كده كويس وعارفين when to ask for help والحتة دي مهمة جدا 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 إحنا وأنا يعني واحدة من الناس أول ما جينا من السودان از uh, as a junior doctor كنت بشوفه فضيحة إنه أنا أقول ما بعرف أعمل الحاجة دي ولا well, how can I do do ولا well, وروني أعمل كده لكن مهم جدا جدا to ask for help حسة أنا as a director وعندي مثلا department فيها حوالي 150 نفر أوكي okay. لما ما أكون لما ما أكون عارفة حاجة بقول والله أنا I don't know uh, um, أنا محتاجة مساعدة في الحتة دي كويس والناس اللي عندهم resilience they are able to consider all the possibilities ما بنزل ما ما بعين للنيجاتيف بس لما تحصل مشكلة دي نهاية الدنيا I'm not gonna be well uh, ال وحاصل كده كويس وبعد ده ما الناس دي لا ما عايشين دا في دا في داخلهم في ناس يا جماعه لما تحصل لهم مشكله يفتكروا ان الكون ده كله ريفايف او اراوند يور سيلف انه ما في شيء كده they they don't see anything they don't see any positive they don't enjoy the environment they don't see anything ويكونوا overwhelmed ب ال ال ال, ال -emotions حقتهم الحكايه دي المايندفولنس بتخليك انت تطلع من نفسك كويس وتقدر انه انت يعني ما تكون عايش بس داخل آه داخل نفسك الحته دي مهمه شوفوا يا جماعه عشان تو progress in your career الاكاديميا كان take you somewhere كلكم ان شاء الله تمتحنوا وتبقوا consultants واي حاجه What is next? كويس بعد ده لما كلكم اخذتوا السي سي تي وكده خلاص اتساوت الكتوف وكلكم اخذتوا كونسلتنت جو اللي بيخليك انك تمشي لقدام وتبقى مثلا في الليدر شيب لادر او تكون مثلا دون مؤثر في الديسيبلين بتاع البيدياتريكس الانر سترينجز مقدرتك على التعامل مع الناس كويس مقدرتك على التعامل وانك انت يو ديفلوب ريليشن شيب مع الناس اذا انت سيلف ابزورب وقاعد داخل نفسك وشايف الحاجات من ناحيه مشاكلك انت بس يو ويل نيفر بي ايبل تو كونكت with بيبل فالحكايه دي ريلي ريلي ليميتنج فاكتور في الكارير بتاع بتاع الناس طيب اخر حاجه uh, في الانر سترينكس كويس يعني ال, ال نحن ناس يقول لك شنو uh, if you are pessimistic you are gonna see the, the, the half uh, empty side of the cup or if you are uh, uh, optimistic you are gonna see the positive side of the cup or, or the filled side of the cup okay لكن لو انت عندك inner strength and positive thinking بعد ذا حكاية ال الكب half full or half empty It doesn't matter. لأنه بيكون عندك أنت الconcept بتاع I can fill that cup. فهمتوني؟ كويس؟ I can fill that cup. بمعنى إنه yes حصلت حاجة acceptance positive thinking وبعد ده having actions to address the learning بتاعي ففي النهاية أنت you filled you filled the the, the cup آخر حاجة يعني دايرة اقول و جبيل موران بوران سألت السؤال ده. Uh, inner strength is a journey يا جماعة. ما حاجة انا والله بعد المحاضرة دي الليلة خلاص امشي ولا بعد ما تجيني الـ ال وخلاص هكوني تعلمتها. دي حاجة انا هاف تو on it all the time. اوكي okay? ما حاجة سهلة. We have to remind ourselves. okay and uh هنا as long as we are alive we will be faced with uh, adversities. Accept, reflect learn and reflect again. فدي دي هي الـ يعني الفاينل final recipe ل آه للinner strength. كده إحنا نكون خلصنا. ودي أهم حاجة أهم حاجة في السيشن ال 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 الحاجات الثانية ممكن نمر يعني مهمة لكن not as not as important as having an inner strength. طيب الحاجات دي يا جماعة يعني مثلا الناس اللي عندهم إدمان uh, uh, الديبندنسيز ال, الحاجات دي كلها نتيجة للاك اوف 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 انر الناس اللي بتمشي في 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 جيرني بتاعت فشل كويس ما بتقدر تبيك اتسيل ذيرم سيلز اب وما بيعرف وين تو اسك فور هيلب لانه مرات احنا كلنا دكاتره وعارفين في منتال انس sometimes you have to seek you have to seek a specialist محتاج تريتمنت ومحتاج كذا وكذا فالناس دي ما بيكون عندها حتى ال, 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 ال realization انه الحكايه دي it's overwhelming وانا ما بقدر احلها لانه هم uh, perfectionist وانه هم كده في ناس بيتكلموا عن نفسهم very in a very proud way يقول لك لا I'm a perfectionist this is really bad never say you perfectionist الكلام ده معناها شنو ممكن تقول والله انا عندي good eye for details .ellt. انا يعني با 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 بشوف الحاجات كويس وهكذا لكن perfectionist ده معناها انه انت الريزيلينت الايموشن ريزيلينت بتاعتك هاي. طيب كده خلصنا any question يا جماعه في الحته دي اي زول عنده سؤال تعليق اي حاجه جس very nice يا دكتور مياده فيري nice. انا بس عندي حته واحده يمكن يعني حاجه بيرسونال ممكن اضيفها في حته الريزيلينس دي انا من الحاجات اللي جيتها غايته كويسه شديد انه اولويز بوت ان يور مايند انه ايفري ثينج هاز ان اند يعني لقيت انه لما خدت الفكره دي في راسي برتاح شديد وبحس انه مهما كانت الحاجه صعبه دي في النهايه هتنتهي. It will end بالظبط كده دي, دي اكثر حاجه سبحان الله في مواقف كثيره بكل الاشكال يعني في الكارير في اللايف لقيتها صراحه بتساعدني يعني انه الحاجه دي ما دايمه الا الله زي ما بقول هتنتهي جود باد هتنتهي <applause> بالظبط كده وطبعا بيجي التوكل وبتجي اشياء ودي ال دي دي البوزيتيفيتي طبعا يمع. طبعا اكيد this is, this is how we develop a, a positive a positive mind ف يعني مهم جدا 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 زي ما قلت التيك هوم واحده من اهم التيك اللي هي the power of positive thinking الحكايه دي ما بتتخيلوا فيها قوه <applause> كيف طب الحاجه الثانيه او البارامتر الثاني او الركن الثاني من to be the best version of yourself هو انه يكون عندك solution focus mind الحكايه دي مهمه وانا مر... حاسه كل التيم بتاعي اي زول يجيني مشكله بيجوا عارفين انا بسمع المشكله لكن بكون عايز solution ما تجيني بمشكلة مشكله وانت at least you haven't thought about a solution كويس وحتى ده بينك وبين نفسك لما تبتدي تفكر والله انا اولادي شياطين اولادي uh, التانترم بتاعهم ما عارفه شنو ال, 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 uh, um, انا ما لاقي وظيفه انا لازم you have to think about a solution طيب ده فريم ورك اوكي معمول بي جاكسون ماكريغوري ريلي ريلي جود كويس اللي هو الفرق شنو ما بين البروبلم فوكس والسوليوشن فوكس مايند اند ثينكينج الانسان البروبلم فوكس دائما بيكون فوكس اون ذا باس أوكي، okay. A solution فيوتشر the future. Okay. طيب ده حصل كده كده. طيب الحل شنو؟ أنا أه أه هصلح الحكاية دي لقدام كيف؟ البروبلم ال ال problem focus بيفكر في what is wrong. السوليوشن solution focus what is working. نرجع تاني باك لحكايه أنه أنت يعني looking at positives في أي situation. ناس الـ ال problem um, <hesitation> uh, minded they look at blaming يا yeah, إما they blame themselves ولا they blame others ولكن الناس اللي عندهم solution focus بيفكروا في progress. how can i move how can i move forward؟ طيب إحنا نمشي لقدام كيف؟ ناس الـ الـ ال ال problem solvers الـ ال solution الـ problem minded ديلى بيكونوا عايزين يكونوا in control all the time. كويس أنا لازم الحاجة دي تكون في يدي وأنا لازم أعملها ولازم لكن الناس اللي عندهم سوليوشن فوكس بيفكروا about an influence ال influence معناها أنت أنت عشان to influence people لازم تنفعهم لازم تقدر to work with them ولازم to move with them ما بتكون on you are in control أبدا أو أنت in control بتكون عايز تمشي الناس بالطريقة اللي أنت عايزها ال الناس اللي هم problem focus ده إنه أنا I know the best, I am the expert and the expert know best. الناس اللي هم solution focus collaboration كيف إنه إحنا نتعاون كيف إنه إحنا أنا أسمع لباقي الناس وآخذ ideas من باقي الناس عشان أحل هذه المشكلة. هنرجع تاني للpositive thinking الناس problem فوكس دائما بيفكروا في the deficit الناقص هنا شنو؟ أوكي؟ okay. السوليوشن <سؤال> فوكس بيفكروا في focus الموجود هنا في 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 المشكلة دي شنو بطريقة بتاعة بيفكروا focus بتاعت just focus دايماً the problems دائما they complicate things okay? uh, بيقعد في المشكلة complicated عشان كده الحل في حين إن الناس اللي عندهم سوليوشن focus بيفكروا بطريقه سيمبل وممكن يقسموا المشكله دي لاجزاء ويبتدوا يحلوها باجزاء كويس واخر حاجه الناس اللي عندهم problem فوكس يفكروا لك في theories والكتاب الفلاني قال كده ونعمل كده وحاسه انتم بتشوفوها في مشكله السودان آه من منذ الاستقلال حصل كده والجيش عمل كده وازهري عمل كده وفلان عمل كده ولا, ولا لا لا نحن قاعدين مدسوسين و قاعدين مسجونين في الثيوريز وفي الماضي لكن الناس اللي بيفكروا في سوليوشن الاكشنز تكون شنو كويس الناس بتفكر بطريقه بتاعة اكشن تاني حاجه في ال, ال Uh, يعني how how do we solve بالإضافة لي إنه إحنا we have a solution focused mind لازم يكون عندنا طيب how how we solve the problem okay so the, the, the just framework واللي هي لازم you define the problem و possible solutions ما في solution واحد كويس وبعد ده short list of those solutions

فالماين ده yes أنا هجرب ده لو ما اشتغل هارجع i will i will أشوف ليه ما اشتغل أتعلم تاني and then i will analyze the problem again كده إحنا نكون خلصنا ال 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 aspect التاني من الحكاية دي اللي هي ال ال solution solution focus or ability to to solution focused mind في أي سؤال ولا أي تعليق؟ أوكي okay. طيب آه ال الاخر آخر آخر آيتم في ال في ال في ال في السيشن ده هو ال, ال personal effectiveness يا جماعة ال personal effectiveness دي مهمة جدا 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 كيف إنه إحنا نكون effective وإحنا working at our best أنا هتكلم عن كتاب أي زول ما قرأ ولازم يمشي يشتري ويقرأ كويس ده البايبل بتاع ال personal effectiveness والبايبل بتاع ال, ال, ال leader ال leadership كويس الكتاب ده هو the seven habits of highly effective people لكن نتكلم عن ال personal effectiveness هي شنو In the, in the you make use of fully, you use your resources to the full. Personal resources, professional resources, your talent, your strength, skills, energy, and time. Okay? And it, it personal effectiveness, it will enable you to master your life and achieve bare, both work and life balance. ستيفن كوفي اتكلم على سبعة هابتس وأي زول ما قرأ الكتاب ده يا جماعة جيبوه من أمازون وأقروه وخلوه عندكم كويس الهابتس دي لو شايفين السلايد دي حاجة مهمة جدا جدا طيب إحنا في الحياة من ناحية effectiveness بنمر بثلاثة مراحل أساسية في حياتنا المرحلة الأولى الديبندنس نحن أنت أنت كطفل ولا بيبي ديبندنت ديبندنت أون يور بيرنتس يأكلوك ويشربوك ويوروك الصح ويوروك الغلط ويوجهوك و, في هذه الحياة كويس طيب عشان أنا أمر من الديبندنس وأبقى ماتيور للإندبندنس اللي هي أنا أقدر أعتمد على نفسي في ثلاثة حاجات الهابتا الاولى بي برو اكتف احنا هنمر عليها واحد ثاني واحد ورا الثاني الهابتا الثانيه بيجين وذ اند ان مايند والهابتا الثالثه بوت كود فيرست ثينك ده كده انت يعني يعني وصلت لي فيكتوري قدرت كده تبقى انسان انت ممكن تعتمد على نفسك والناس ممكن يعتمدوا عليك كويس بقيت زول مسؤول وزول يمكن الاعتماد عليه بعد ده عشان أصل من الاندبندنس إنه الناس تعتمد علي إلى ديبندنس اللي هي أقدر أتعامل مع الناس كويس في هذه الحياة وأقدر أكسب الناس كويس وأقدر تبروغرس في الكارير بتاعي في كده عن طريق إنه أنا أصل لي علاقات جيدة وتعامل جيد وعشان أنا يعني يعني ده عشان أبقى قائد True leader كويس، uh, ها أقدر أصل كيف من إنه أنا أقدر أشتغل براي لإنه أنا أقدر أشتغل in a team، كويس، uh, اللي هي في الـ الـ اللي ال, سماها هو الـ Public victory، habit four think win win، وhabit habit five seek first to understand then be understood، وhabit habit six اللي هي synergize. الانتر دي اعلى درجات الليدرشيب دي الليدرشيب دي السيستم ليدرشيب والكولابريتيف ليدرشيب وده كله لكن اذا انت يو ماستر البرايفت فيكتوري في الاول انت ما هتقدر تو ماستر فيكتوري بعد دا الهابيت السابعه شاربن ذا سو الصو ده اللي هو حياتك وعقلك وجسمك وكده طيب والحته دي مهمه يا جماعه يعني حقيقه انك انت تلوك تلوك انه انت الكتاب ده از جيرني كويس وهيوصلك لاعلى درجات الايفكتيفنس والمقدره على الليدرشيب والمقدره على انك تكون تليد تيمز وتبقى تيم آه بلاير طيب. اللي هي دي طيب هابت 1 اللي هي دي البيرسونال فيكتوري اللي هي بي برو هتلقوا انه الكلام ده already اتقال انا قلت قبل في موضوع ال resilience وموضوع الانيريسترينغ اوكي okay. you create your own reality and you are in charge اوكي okay. طيب انا و... وانا يا جماعه الايكويشن دي لما عرفتها غيرت حياتي كثير جدا جدا شنو؟ الستيمولوس زائد الريسبونس بيساوي الاوتكم okay anna i don't have any control on the stimulus i cannot control how people deal with me i cannot control a circumstances lacking and i can control my reaction my response عشان اقدر اغير الاوتكم ودي حته مهمه جدا 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 ولو نرجع قبل للرياكشن بتاع الجري الجريف والكلام ده كله كده كويس ده كله عشان شنو؟ عشان انا ايكون يكون عندي choice في how am i gonna react to this stimulus اوكي عشان انا اقدر اغير الاوتكم اقل شيء من الكنترول والله يعني انا هخلي الاهانه اللي حصلت لي دي ما تاثر علي، ففي الحاله دي الاوت كوم هكون ان سيلف بيس. والحته دي مهمه يا جماعه ودي من ال دي الحاجه الثالثه كويس اللي انتو يو كان يو كان تيك ات فروم ذيس سيشن. Stimulus that response equals outcomes. I don't have control of the stimulus. I have a control of my response عشان اقدر انا اغير الاوت كويس؟ لكن تلقى الناس شغاله في الاستيمولس وده بيخليهم شنو؟ بيخليهم هم قاعدين في الماضي بيخليهم هم ما يقدروا to think about problems ما يقدروا to think about ال ال, ال بيخليهم to think about problems ما بيقدروا to think about solutions فدي دي habit one يا جماعه احنا لازم نكون proactive لازم نكون in the driving seat of in the driving seat of our life دي اول حاجه في في ال ال personal victory. طيب من الحاجات اللي هتساعدنا إنه إحنا to think about the changing our response اللي هي بنسميها a circle of control. اللي هي you focus on on what you can control. يعني مثلاً يعني انا in control of my words, my behavior, my action الحاجات outside دي انا ما عندي control فيها، اسعار البترول، الحريق، uh, who the next president، anything. فأنا عايزة عشان اقدر اكون proactive في حياتي، و proactive مع الناس، انه السايكل بتاعت ال control بتاعتي تكون كبيرة جدا. اللي هي uh, I control my attitude. اللي سليب الوال اوكي؟ وات اي ريد، وات اي باي، اوكي؟ يو سيروند يور سيلف ويز بوزيتيف بيبل، اوكي؟ دي بتكون دي الـ circle of influence حقتي، ولما تجيني مشكله يا جماعه يا ريت انه احنا نقدر في الاول ممكن بورقه وقلم، وبعد ما تكونوا انتو يعني مور تريند في الحته دي ومتعودين عليها، ممكن تو ثينك اباوت إت mentally. وات ار والحاجات under my control في السيركل بتاع الكنترول حقتي هي شنو؟ كويس وهاو كان can I change it لكن عشان أركز في السيركل of my اللي هو out of my control دي بتكون waste of my time أنا بقلل resilience حقتي وبقلل الإفكتيفنس الهابيت التانية في personal victories begin with the end in الحكاية دي مهمة جداً 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 لازم نكون عارفين إنه إحنا عايزين to achieve شنو إن لايف. كويس and the end point before you start the journey والحكاية دي مهمة حتى لما تجي تعمل بريزنتيشن مثلا لازم تفكر التيك هوم مسج من البريزنتيشن حقتي دي شنو كويس واحد اثنين ثلاثة انا what do I want to الحاجة اللي أنا هعملها وبعدين you go back and you start your journey إذا إنت ما clear okay uh, on what you uh, what you want to do okay بتكون انت قد دات ستيفن كوفي قال at the mercy of randomness or uncircumstances يعني لو انت ما عارف انت عايز تعمل شنو you هتكون know, بس ماشي ساكت كده كويس وبالتالي هتضيع if you don't know your destination you will never reach there فالحته دي مهمه وبجين with the end in mind انا بفتكرها مهمه برضه في ال في الافكتيف كوميونيكيشن لما انا ابتدي ليكتشر ولا ابتدي حاجه ولا عايزه حتى اقدم كيس كيس مثلا هقدم اه، كيس في الـ في الـ في في الـ في مثلا في الديبارتمنت ولا هقدم حاجه لازم اكون افكر في الاول انا عايزه اصل شنو وات از ذا اند بوينت وات دو اي وونت تو يعني اتيك هوم مسيك وانا عايزه اعمل شنو قبل ما ابتدي انا يعني قبل ما ابتدي البلان البلان حقتي الهابيت الثالثه في ال Personal victory, اللي هي put first, first thing first. Time management يا جماعة والprioritization Absolutely, انت ما هتقدر تو, تكون انسان in control of yourself, اذا ما انت بتقدر to manage a time effectively. Okay, you cannot reach a private victory اذا انت ما عندك strategies to manage a time وهنا أنا هتكلم عن a time management matrix a time management matrix إحنا عايزين شغلنا كله يكون في square two الحاجات النون ايرجنت كويس لكن important إذا أنا عندي presentation إذا أنا عندي حاجة لازم يكون عندي وقت والهيد سبيس إنه أنا يكون عندي وقت to plan ما أخلي الحاجات لآخر لحظة كويس واقوم اجاره واقوم احولها لانه هي urgent and important ده, ده وقت الكرايسيس كويس ده وقت ال والديدلاين فدي المهمه انه انا all the time انا اكون عايزه 80% من وقتي يتقضى في square 2 non-urgent لكن important كويس أه الحاجات دكتوره مياده سوري اقاطعك معلش بس عندنا اسئله بتجي مرات في الشات فتحبي خلال النهايه ولا do you want me to read it through while لما انتجي يعني لما اوقف read it through كويس لما أوكي. اوقف هنا هوقف بعد بعد ال... كده بنكون خلصنا ال personal victories كويس ف طيب الحاجات برضو احنا وي avoid عشان نقدر نشتغل 80% في square 2 اللي هي الحاجات الارجنت لكن نوت نوت امبورتنت ديلا الانتربترز البيجو يقول لك لا لا لازم تطلع معانا آه يجوا يتونسوا معاك ويجوا كده يفولك في راسك لازم انت يكون عندك السترينث والقوه انك انت تقول لهم لا انا آه ما عندي وقت الحاجه دي كويس بعد ده نمره اربعه دي اللي هي لا هي ارجنت ولا هي امبورتنت دي لما نحن وي ويست اور تايم لما انا اجي يكون عندي امتحان ويكون عندي كده وحاجات لازم اعملها وانا اقعد الوقت كله في السوشيال ميديا واتونس وكده وكده. طيب في حاجات اللي هي الـ اللي هي الانترتينمنت حقتي الحاجات اللي انا بسعد بها نفسي بدل ما تكون تريفيال وهي نون ايرجنت ونون امبورتنت انا اخذتها ان هي ايرجنت يعني نون ايرجنت لكن امبورتنت يعني الـ في الـ في البرنامج بتاعي ادخل مثلا الرياضه لو عايزه اخش السوشيال ميديا عايزه اخش الكلوب هاوس ده جزء لكن شنو؟ in a balanced way ما هوقف مثلا قرايتي وامتحاني ولا الديدلاين بتاعي بتاع بكره عشان انا اضيع وقتي في السوشيال ميديا فلو يعني لو قادرين تفهموا انا عايزه الناس تغير الاشياء اللي هي اكثر الاشياء اللي هي حاجات بتسعدك تماما وبتخليك ريلاكس وتساعد المينتال هيلنس بتاع المينتال هيلث بتاعتك والفيزيكال هيلث تحولها من ان بدل ما تكون في في المربع نمره اربعه تكون في المربع نمره اثنين وشكرا لكم كده احنا خلصنا البيرسونال فيكتوري من ان تمشي من انك تكون معتمد على الاخرين بانك انت بتقدر تعتمد على نفسك طيب يا بوران نسمع الاسئله ولا وفاء وفاء من اه uh, واحدة من الأسئلة كانت عن ال situation in Sudan how can we be proactive about it طيب ده ده good question كويس أول حاجة ال acceptance والله الحرب دي حصلت حصلت كويس وثانيا الفيدنا شنو احنا نعمل يعني الكلام اللي قالته امنيه انه آه تصليح المستشفيات وإننا ندفع واننا كذا وكذا نشوف طبعا كلنا ماتوا لينا ناس وحصلت لينا لوس في الممتلكات وهكذا نكون عارفين تماما الجريف سايكل اللي احنا بنمر به ونساعد انفسنا انه احنا نصل الى انه احنا نرجع للطبيعه آه حقتنا وحكايه انه انت يكون عندك سوليوشن فوكس خلاص عشان انا اقعد اقول طيب الحرب دي حصلت لي وليه حميتي عمل كده وليه الجيش عمل الحصل حصل وي ار ان ذا هير اند ناو از لغايه الساعه الساعه واحدة كويس الحصل حصل يبقى انا في يدي ممكن اعمل شنو الاكسبتنس واللي هي السوليوشنز كويس اقدر انا اعمل شنو حتى ولو لو لو ما في يدي اي حاجه بس حتى ايفن بالمعنويات وال فدي دي دي حته مهمه جدا كلام جميل um, anyone uh, have any other question or we can proceed and ما اظن في زول ثاني عنده question يا دكتوره مياده لكن لو في هي. حاجه ظهرت ممكن نخليها برضو في ال في ال تمام البريك الجاي yeah. طيب بعد ده كيف إحنا انا وصلت للبيرسونال فيكتوري وبقيت انسان معتمد على نفسي والناس بتقدر تعتمد علي هاو دو اي موف فروم ذس انه انا أقول جود تيم بلاير جود تيم ليدر واصل لاعلى اللادر بتاع الليدر او سلم القياده اللي هي عندنا هابت فور ثينك وين وين كويس في يا جماعه لما انت تجي لما اول حاجه عشان تو ثينك وين وين انت محتاج حاجات محتاج انك انت يكون عندك انتجريتي اوكي انتجريتي اللي هي لا تكون منافق ولا تكون كذاب يعني شنو وات يو ثينك ساي اند بيهيف ار ذا same انسان عندك نزاهه عاليه انسان عندك درجه من الماتوريتي بتقدر انت تتفاعل ببي 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 بشجاعه وب يعني consideration للناس اللي حوالينك وعندك المنتاليتي بتاعت الابندنس بمعنى انه لما انا ادي ده ما بينقص مني ده بيزيد لي كويس؟ so لما نجي في الوين وين يا جماعه ستيفن كوفي قال كلام مهم جدا جدا قال في بينك وبين الناس emotional bank account you have to fill in البنك ده طوالي عشان لما يجي وقت انك تسحب منه يكون فيه رصيد يعني لازم رصيدك عند الناس دي يكون عامر في ناس ال... في اه طرق تفكير اه في طرق تفكير مختلفه طيب اه ان في يو ثينك وين لوز اوكي ديلا الناس اللي هم الcompetitive انا لازم انا لازم اكون احسن من الناس ذيلا. انا لازم يعني اتفوق على هؤلاء الناس ودي بنرجع لانه انت يو كومبير يور والكلام ده وكده كده انت ابدا ما بتقدر تعمل علاقات جيده مع الناس طيب think lose when انا اخسر للناس ديله كويس وهم يكسبوا دي معناها انا انسان ضعيف وانا انسان ما عندي شخصيه اذا انا الحاجه اللي عايزه اصليها انه اي ثينك وين وين والله يا اخي لو انا لو كلنا نجحنا ماله كون الناس تنجح ده ما ده ما ده ما هيقلل مني انا حاجه كويس كون الناس تمشي لقدام الحكايه دي ما هتقلل مني انا انا حاجه فده الثينك وين وين يا جماعه ودي مهمه وين يو ار ان تيم You have to support your other team members. ما تكون في competition. أسوأ شيء في team work كويس؟ أسوأ شيء في التيم وورك هو إنك أنت تكون in competition وشايف إنه أنا لازم ما 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 أقول للناس المعلومة دي، لازم أدس منهم الحاجة دي، لازم كده أنت you will never reach a personal victory في الحتة دي. الهابت الخامسة في a personal victory. كويس seek first to understand then be understood نسمع listening ما في زول يا جماعه بي بيعمل مثلا leadership course ولا اي حاجه من دون ما احنا بنتكلم عن اللسنين واللسنين ده مهم جدا 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 communication is the most important uh, skill in life active listening ده من الكور ستونز اوف كوميونيكيشن وانتو يا جماعه مهم جدا جدا الليسننج الناس اللي بتشوف العيانين وبالذات ال ال children برضو في الحته دي في فور ليفلز اوف اوف of listening كويس الليفل ال1 انت بس قاعد كده وان يو دونت ليسن وبتفكر في حاجه الليفل الثاني pretending to listen يا يعني انت بتفكر وبتقص في راسك لكن في نفس الوقت انا هرد هقول شنو والزول ده بيقول and you are judging a soul كويس الليفل الثالث الاتنتف listening you are listening وبتفكر تمام وما ومدي الزول ده الكومبليت اتنشن وما بتفكر في انه انه هو مثلا ما بتفكر في انك انت هترد تقول شنو او كده الليفل الرابع ده السيمباثيك ليسنينج وده انا بفتكر اي طبيب لازم يكون عنده مقدره على السيمباثيك ليسنينج اللي هو ده شنو يو بوت يور in the shoes of a اللي بيتكلم معك، اللي هو ده سمع التعاطف، بالذات انتم مع الاطفال، كويس؟ لازم يو هاف تو، يو هاف تو سي لانك لازم تعاين انه درجة الالم، درجة بالذات ال ال البادي لانجويج، الاشياء دي لانه الاطفال مرات كثيرة they cannot express uh, uh, express uh, uh, them themselves، اوكي؟ ف ديل الـ four levels، كيف احنا نصل لل a level four a little empathetic listening. The, 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 the highest level of, of listening. It needs training and regular practice. Uh bit to understand the emotions, like you put yourself into their shoes. Uh, بتخليك to understand what has been said and what hasn't been said لأنه انت لما تكون you are listening very well very attentive شايف ال 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 body language ومرات حاسه في السوشيال ميديا ومرات كثيره احنا ما بيكون عندنا يعني ممكن نسمع فقط في الحاله دي انت listening بتدرب نفسك حتى you can understand the emotions من ال من ال voice كويس ودي حاجه مهمه جدا جدا تاني في الامباثيك ليسننج نعمله كيف؟ اول حاجه دونت جادج ما تفكر يا ده كذاب ده كده ده كده بتدي الانسان الانديفايدد اتنشن يو باي اتنشن للفيلينجز والفاكتس كويس؟ اند بتوريهم انت you are listening, noding, mirroring, facial expression, and murmuring yes ايوه وكده وبعد summarizing and rephrasing ودي حته مهمه مهمه انت لما تيجي تسمع للعيان طيب انت والله بتشتكي من كده كده انا هقول لك كده اعدد لك الكلام اللي انت قلته لي عشان to make sure I understood well. اوكي؟ okay? و uh, فدي دي ال ال ال, ال, ال البوليسيز بتاعت دي البوليسيز بتاعت الامباثيك ال 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 listening. اوكي okay? وحتى لو كان الناس ديل عندهم ايموشنز ظاهره الحزن ولا كده اي اندرستاند يور ايموشن اي اندرستاند يور بين فانت لازم شنو تو فاليديت الايموشنز بتاعتهم تكون patient كويس وريفرين فروم كريتيسيزم واحده من اللي هنا بالذات البيرنتس فيكم يعني كويس لما تسمعوا لعيالكم انا مش كلمتك انا مش مش انا قلت لك لانك انت ما بتسمع الكلام ضاع اللي حصل لك كده فده طوالي بيبعدك من الامباثيك لسنين في بيخليك تقدر تو اندرستاند الزول ده هل محتاج ادفايس ولا محتاج بس زول يسمع له كويس هل ه... ولا هل محتاج انك انت ف... ما تنط طوالي ل... لأي اي المشكله يا اخي ده زول كده انا بفتكر انك انت المفروض تعمل كده and you start giving advices اخر حاجه في personal effectiveness اللي هي السينرجي اوكي okay. habit هابت 6 how you synergize with people كيف تصل لمرحله يعني اعلى درجه من المقدره على التعامل مع الناس بجميع اشكاله وبجميع انواعها كويس؟ لازم نكون عندنا المينتاليتي بتاعت السينرجي، المينتاليتي بتاعت التعاون والكولابوريشن. لازم نكون انه عارفين انه a team is stronger than an individual. انت ويزن تيم، التيم بتاعك ده بتاع الكونسلتنت ولا الحاجه اللي انت شغال بيها، you are stronger than انك انت تشتغل براك. السينرجي يعني انه ال 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 functioning team is greater than the sum of its part. يعني ال one functioning team ده. okay. ال value بتاعه أكبر بكثير من إنه أنت لو حسبت ال value بتاعة الانديفيديوال individual people. طب إحنا how do we how do we think that way? how do we be team players? أول حاجة يو you value the differences. لازم تكون عارف إنه أول حاجة أنت ما أحسن من الناس ولا هم أحسن منك. في اختلافات والاختلافات دي احنا كيف نفكر فيها على انها هي سترينث الهناية تسأل نفسك هل أنا عايز أكون صح ولا أنا عايز كل واحد تأجري الناس اللي they, they have to have the last word يقعدوا يغلطوا لغاية ما يثبتوا إنهم صح أنت كده بتبعد من السينرجي كويس يعني أنا بشبه السينرجي دي، الجروب دي، الجروب اللي بتشتغل in a synergetic way، الجروب دي بتكون like a كل زول بيلعب ال ال الانسترومنت بتاعته، وفي النهاية بديك أغنية وبديك السيمفونية، you get a nice song. كويس وده التيم اللي بيكون عنده سينرجي والحته دي مهمه يا جماعه الناس اللي هتبقى كونسلتنت منكم ولا هما اوريدي كونسلتنت لازم يو هاف تو بيلد السينرجي في في التيمز بتاعكم هاو طيب كويس عاده عاده والحته دي مهمه it is not my way it is not your way it is a new way والحتة دي or it's a third way والحتة دي والله if you master it يا جماعة يعني حياتكم هتكون مختلفة تماما لما تختلف مع زول كويس تجد a third solution كويس والثيرت solution ده بيدينا نقدر نصل creativity كويس عشان نظر للself solution لازم يكون عندنا open mind وعادة عادة كويس بنقدر نلقى حلول لمشاكل لـ all problems والحاجات اللي بتخلينا نقدر to synergize حقيقة هي إنه إحنا we value the differences يعني لما يجي زول يقول لك لا أنا ما عايزة تقوم بالطريقة دي تقول تقول ده زول غبي ده زول ما بيفهم ده زول ما كده no value difference try to understand where they are coming from Practice the empathetic listening و practice هم جايين من وين والاجندة حقتهم شنو؟ And very soon you will be able to get a, a, third, a third solution. والحتة دي مهمة يا جماعة، السيناريج ده مهم في الحياة الخاصة وفي الحياة العامة. آخر حاجة في إنه احنا when we master ال, ال, السبعة ال, السابعة اللي هي sharpening the soul. كويس؟ أي إنسان نحن عندنا جسمنا body, mind, heart and soul الحتة دي مهمة body طبعا ال exercise والـ healthy eating وال sleep relaxation mind بعد ده ال 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 mind هو الـ reading والـ education والـ writing وال learning learning new skills لازم لازم كويس والـ اللي هو يكون انت عندك good relationships مع الناس اللي حوالينك والصول هو الروح اللي هي الروحانيات حقتنا يعني مهم جدا الروحانيات سواء بالصلاة سواء بالمديتيشن أو كده عشان شنو عشان إحنا نقدر نصل إلى الماكسيمم إلى الماكسيمم إيفكتيفنس انا بفتكر هو يعني ستيفن كوفي حتى الهابيت السابعه دي آه انا بفتكر فيها ثانية مهمه اللي هي التعلم المستمر هو خدتها اسبارت لكن انا بفتكر انه مهم جدا جدا انه احنا نكون عايشين في حاله من آآ نكون عايشين في حالة من التعلم المستمر من أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ما أنا أبقى كونسلتنت وسأعمل السي بي دي حقي ولا كده لازم يكون عندي personal interest ولازم يكون عندي أشياء أنا يعني بقدر بقدر بقدر, بقدر يعني أكون في حالة بتاعة تعلم تعلم مستمر بالنسبة برضو الليتس ايفيدنس بتقول لما إحنا نتعلم معلومة جديدة جديدة لانج علينا ده بي بيزيد الدوبامين في البرين وبيزيد الهابينس هرمونز في في البرين ففي عندنا فيستد انترست كويس من ناحية ويل well إنه إحنا نكون في حالة بتاعة تعلم مستمر طيب عندنا personal reflection يعني in terms of the uh, seven habits, what do you think the most important one? Uh, يعني بالنسبة at the level of the uh, personal, the uh, personal victory, the uh, public victory, and how would you improve, improve your personal reflect uh, your, your, your personal effectiveness? Mm -hmm. دي uh, أنا زي ما قلت لكم هرس اللي وفاء ال ال, ال, ال presentation وهتكون معكم. لكن لو في أي زول wants to share reflections uh, معنا, uh, you are welcome. عندنا افتكر احنا قلنا تسعين دقيقة uh, فعندنا تقريبا ممكن ربع ساعة كده للدسكشن والريفليكشن لو في اي زول wants to share uh, a reflection ولا عايز to uh, um, to ask a question اتفضل في references كويس، ودي ديالة three books يا جماعة لو أي إنسان يعني uh, أنا يسلم إنه أنا تو أعمل البرزنتيشن دي اللي هي How to Win Friends and Influence People ديل كارنيجي الكتاب ده كتب سنة دي. 1900 ما عارفة كم قبال الفيسبوك وقبال أي حاجة والكتاب ده still relevant كويس وعشان انت تو ماستر السينرجي لازم يكون عندك ability to influence people دي ما فيها اتنين تلاتة ولازم يكون عندك ability to win at people over ويكون عندك ability to solve problems الكتاب الثاني اتكلمت عليه ولا ستيفن كوفي 7 habits of highly effective people الكتاب الثالث اسمه from good to great كتاب ده really really good كويس الكتاب ال, 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 ال ده اتكلم عن جيم كولينز جاب عدد من الشركات الشركات دي قدرت في 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 فتره انها تزيد القيمه حقتها مضروبه في 15 مره كويس؟ وتستمر تستمر انه القيمه حقتها زايده فتره طويله جدا وقام هي كومبيرد والشركات يا اما ايذر استمرت زي ما هي قيمتها ما زادت او لوست ويعني انتهت او اشتروها شركات ثانيه وتكلم عن الفاكتورز اللي هي خلت الشركات دي تبقى تبقى يعني تبقى تصل للمرحله دي. وان اوف ذا مين فاكتورز حاجه هو سماها ليفل 5 ليدر وليفل 5 ليدر هم عندهم البيرسونال سترينث عندهم السوليوشن فوكس مايند عندهم كل الكلام اللي احنا قلناه ده. كويس؟ ذي ماستر السينرجي ليفل 5 ليدر بيقول وهم سيستم ليدر أكتر حاجة أنا عجبتني في الـ في في قال level five leader when things go wrong when things go well they look outside the window بمعنى they give the credit to a team حقهم وال other people when things go uh, wrong they look in the mirror بيأخدوا responsibility بتحت الخطأ وده يا جماعه انتوا از كونسلتنتس الناس الكونسلتنت فيكم لازم يكون عندكم very good supervision manners وعلى اساس انك انت بتكون مسؤول من اي خطا يحصل في التيم بتاعك ولازم تكون بتساعدهم عشان الاخطاء ما تحصل وyou have to strive to be a level 5 leader اوكي okay? كده انا خلصت واسمع منكم. Thank you دكتور مياد it was really a great talk. And um, I think uh, every word in it was really uh, important and useful for all of us. So I will keep the um, floor open for questions. So please feel free to open your mic and ask uh, Dr. Mayada directly. Or if uh, you prefer chat box, um, you can send your questions through the chat and then we can read it out for Dr. Mayada.

Uh, كنا زي ما عارفة IMGs، فبتلاقينا حاجات كثيرة في الشغل um, بي, بتكون as uh, يعني, بيقول على it dodges يعني, in our way to, to, to shine, زي ما هما جايين بيقولوا. Uh, منها communication issues, منها the way we were raised up, مع إننا نتفقنا إن احنا we shouldn't blame the way we were raised up, or uh, the way we used to do things in our back home يعني.

كذا الستف دي انا افتكر انها حتكون حاجه جميله جدا حتساعد كثير مننا انهم تشاين بيتر ايفل يعني مع ان الناس كلهم they are doing really great بالرغم من كثير الاشيز اللي قدامهم they are doing great they are progressing well لكن it's taking a toll on their mind فانا ما اعرف عندي كثير تجارب مع ناس بيجوا بيحكوا مشاكلهم امورهم حصل معهم شنو كذا بنتونس بيها ونحاول نساعد لكن we are not as trained as you فإذا أنت ممكن في من خلال أمثلة واقعية وحقيقية أو مشاكل نطرحها لك تدينا more detailed way أو more practical steps إنه في الحالات الفلانية الناس ممكن تعمل كده وكده I think that would be a very um, fruitful way of uh, giving another talk. والله يشف. أنا برضه أعقد يعني. على كلام بوران لو تسمح لي يا دكتورة ميادة، يعني تخيلي كلام بوران مهم جدا لأنه تقريباً إحنا فعلاً كلنا يعني جاتنا صعوبات وجاتنا قصص ومشاكل في الطريق زي ما بقولوا فلو وديتينا مثلا حاجه زي سيناريو بيست براكتيكال سيشن انا غايته دي ماي اون يعني اي دي اي دونت نو لو انت عندك حاجه طبعا يور اكسبيرينسز بيتر ذان اس لكن حتكون جميله How about we plan another session into تجيبوا give كويس؟ يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب حسب عدد عدد المشاكل and we use كل التولز اللي إحنا تعلمناها الليلة بعد ما تجيكم وكده and to see how we can solve those problems. هتلقوا في النهاية ال blueprint ل solving the problems هي the same. The tools هي the same. كويس؟ مهما اختلفت المشكلة tool is the same. كويس بتبقى شنو بتبقى ال التريك انه انا اذكر نفسي انا ماستر يوزنج ذوز تولز كويس فديس از ريلي ريلي ا good واي وبنرجع الى المينتورينج مره ثانيه والكوتشنج كويس يعني انتوا قلتوا كلمه جميله انه انتو يظهر عندكم بير سبورت جروبس اللي هي شنو ممكن خلاص خلو السيشن الاول ده انا أعمله معاكم وبعد ده يكون as a long-term solution من, من حكايه انك انتو you are shining or ensuring يعني uh you achieve the best version of yourself and you staying at the best version of yourself لانه زي ما قلت لكم دي جيرني كونك وصلت ما في guarantee انت you will continue uh performing at that level unless you uh you work on that so let us do that and then من السيشن ده uh, نتعلم منه كلنا including myself انه كيف انه you are gonna develop a peer support group and you decide you are gonna meet for uh, يعني لمده كم وكده طبعا ال peer support group فيها ال ال الconfidentiality وفيها حاجات لازم الناس تتذكر تذكر بعض فيها وانه الناس تكون فيها الامباثيك listening والناس تكون supportive وكذا يعني بدل ما يا اخي انت ما كان مفروض تعمل كده ولا ليه عملت كده ولا الكريتيسيزم والاشياء دي فخلونا يس ممكن نعمل سيشن زي ده وبعد ده انتوا كانبثاق من ال من الحكايه دي you can have either one peer support or number of peer support uh, sessions هم أفضل عدد بالنسبة لل peer support يعني من خمسة لثمانية ناس كويس لكن let us do it uh, do the session الأول uh, as a collective وبعدين أنتوا uh, كجمعية go and facilitate this و we'll see how you can uh, develop develop this uh, forward وريد الكتب اللي أنا قلتها اللي خطيتها دي start by uh, how to make friend and influence people بنفس الـ بنفس اللي أنا خدته ده من الشمال لليمين السكند is Stephen Covey وآخر واحد جود uh, good, uh, good, good to great good to great الناس اللي عايزة يعني uh, تاخد leadership position و يعني to excel في leadership position حقتها كلام جميل جدا يا دكتورة ميادة وفكرة ممتازة تخيلي إن شاء الله بإذن الله نقدر نطبقها. آه في كم سؤال برضو جو في في الشات آه واحدة من الأسئلة والتعليقات كانت برضو شكر لك وكلام جميل جدا وعادات جميلة جدا بس بس أول question إنه how how you can master and continue uh the new habits. احنا قبل انا اتكلمت عن ال, ال personal reflection يا جماعة كويس الحتة دي يعني كانت في اخر you reflect you learn and reflect again كويس تخش انت في المايند بتاع انه انت in a, 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 a journey كويس يعني working working uh, working يعني having the best version of yourself كويس شايفين السلايد دي as we are alive we will be faced with adversities accept reflect learn and reflect again كويس دي حاجه مهمه جدا 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 عشان انا اول حاجه لازم اكون عارفه انه في حاجه اسمها best version of myself خلينا كده الليله الناس اللي try to think about okay where am i من best version of myself where am i من

يعني يعني to develop شنو او to focus on شنو هل انا a solution focused mind هل انا a positive person هل انا um, uh, uh, believe me شوف uh, حكايه انه احنا انا اكون optimistic all the time دي حاجه لازم اشتغل عليها وزي ما قلت لكم الليله اي زول اللي هيعمل on call من بكره onwards لما تخلص on call think about what went well الليله انا اشتغل. مهما كان صغير النفس عملت لي كوبايه بتاعت قهوه كانت جميله Uh, uh, سلموا علي سلام كويس معناها انا زول محبوب في الديبارتمنت دي uh, شفت الأول, العيان الاول وكان كذا كذا اي كل الحاجات الصغيره and when you start in on doing this habit هتلقى انه انت الليسته طويله جدا جدا كويس وبالتالي it is going to neutralize اي negative thoughts انت انت يعني هنا uh, uh, بتجيك الحاجه الثانيه اللي هو الفريم بتاع الكوجنيتيف uh, behavioral therapy والحتة دي مهمة إنه أي, أي حاجة أي تصرفات عندنا بتبتدي بأفكار والأفكار بعدها بتتحول ل emotions كويس وبعد ده emotions بتتحول إلى أكشنز فأنا I have to control الأفكار بتاعتي عشان to control الإيموشنز والأكشنز وقلنا المايندفولنس الحاجة الثانية start يا جماعة doing ال 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 المايند المايندفولنس أز ويل وزي ما قلت لكم الحكاية دي جيرني الحكاية دي ما هتنتهي بس أنت يعني يعني لازم تكون ولازم تفرغ ليها وقت في يومك وتشعر بأهميتها وانه هي حقيقة حقيقة it will give you ال edge وبتخليك better than anyone else. شكرا شكرا يا وفاء. شكرا دكتوره ميادة. في سؤال ثاني برضه regarding mentorship. She thank you again and she mentioned that You had mentioned that um, we can find mentors on NHS. Can you please share how to get mentors? I used to depend on my, uh, sub, the, from for the support from my educational supervisor and clinical supervisor. So, okay, so I think enough to consider an educational supervisor or a clinical supervisor as a mentor. شوفوا اي زول is gonna judge you mm -hmm. وهاي كتب تقرير عنك they shouldn't be mentors. mentors. Yes. اي okay. فالمنتور ده انسان you trust وبعدينك انسان يعني انا آي سجست احنا كسودانيين شوفوا الكونسلطان السودانيين اللي هم experience او retired consultants كويس بكون عندهم وقت and approach them and ask them to mentor you. أنا اتكلمت على الإن أس عنده كوتشنج لأنه الكوتشنج فيه قروش كويس فمرات الإن أس بيكون عامل كوتشنج سكيمز لل لل للجونيور دكتورز إذا موجود لكن المنتور ده someone you have to choose yourself ويو you approach them كويس والمين هناي إن هم they pass their experiences وعادة بتر إنه أنت تقدم معاهم ساعة كل شهر ويكون عندك أجندة، يعني المرة دي والله يا أخي أنا عايز تو معاك مثلا هذاك اللي الامتحان كيف؟ أو عايز تو معاك مثلا هاو ماي إمبروف ريليشن شيب مع الكونسلتنت حقي وهكذا، لكن المنتور لا يكون اللاين مانجر بتاعك ولا يكون الكونسلتنت بتاعك ولا يكون زول هيكتب عنك تقرير، كويس؟ في في النهاية ممتاز أنا برضه بعرف في تعليق بسيط انا ما اعرف يمكن السينيورز اللي معانا في الجروب يفيدوني منه تقريبا كل ديناري يمكن او في بعض الديناريز عندها مينتور شيب بروجرام للتريني أيوة. بس احنا في هنا عندنا مينتور شيب بروجرام بتسجل له عديل وانت you can register as a mentee or a, 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 يعني a member to, to have a a, a mentor. Um, تخيلي برضو لو سألت في في في, في المحيط اللي حوالينك ممكن تلقاها مفيدة او من الريليشن شيبس والفريندز اللي حوالينك ناس الجمعيه هنا ما شاء الله they are very active and very supportive as uh, senior team يعني اتوقع انهم برضو عاملين منتور شيب لالوت اوف اوف اس يعني وفاء اذا سمعني انا ممكن بس ازيد حاجه بسيطه اذا الدكتوره اللي سالت السؤال هي a pediatrician um...

تمشوا من الليلة أي زول ما عنده منتور يفتش على منتور أي زول بيفتكر إنه ال the educational supervisor و, or the clinical supervisor is your mentor no the the answer is no كويس you have to go and find a mentor uh, طيب and I'm looking if there is any other questions أيوة uh, I think this is a very important question دكتورة ميادة لأنه ال السنس ده أتوقع إنه أي زول في نجاحه um, Dr. Jouiria, uh, she's asking how can we get out of the idea that because we are not like them, we are second level, and how can I work the same way? That's a very, very good question. I think this question or this thought made me want to be a director uh, sooner. Good? Okay. The solution is like the next one. we have to accept إنه إحنا different. شكلنا different، أصله (we will never be) عيوننا خضراء وشعرنا أصفر ولا لوننا أبيض. إحنا we are different، وبالذات الناس اللي أنا خريجة جامعة الخرطوم، الناس اللي تخرجت من برا البلد دي وجات، we are always going to be ethnic minorities، كويس؟ فما في داعي نقعد، هدي بقى لي نرجع للـ stimulus زائد response equals outcomes. الأوت اللي أنا عايزاه I want to excel I want to be the best version of myself كويس؟ ذات دوزنت مين I want to be أحسن من أي خواجة ما ده لأنه شنو دي؟ الكومباريتيف مينتاليتي دي ما هتحصل طيب أنا I accept الحاصل ده وأشوف أنا الأسيتس بتاعتي هي شنو؟ الحاجات اللي بتميزني أنا عن باقي الناس ديلا ما أنا برضه جايبه اسيتس أنا ما مولودة امبارح جاية متخرجة وعندي ثقافة وعندي أنا لانجوج تانية وعندي اسيتس وأبتدي أشتغل على السترينغت حقتي أنا I will master الشيء المطلوب مني من ناحية communication ومن ناحية فهم للثقافة حقتهم وهذه الأشياء لكن you work on your strength. يعني مثلا أنا حاسة في الأول كنت معقدة جدا هم are they gonna have a director هو مرة ومحجبة وملونة وعندها accent والكلام ده لكن لقيت انه انا عندي بوينتس هم ما عندهم اللغه العربيه مثلا لما حصلت الكورونا كويس كانوا محتاجين ناس يتكلموا مع الاستك ماينورتيز باللغات حقتهم كويس بقى طوالي انا مع انه انا ما فرونت لاين وما مفروض يعني دائما بالشغل استراتيجيكلي طوالي مشيت قدام وابتديت اتحدث مع الناس الاستك ماينورتيز كويس والحمد لله لما دخلت في المينتاليتي انه انا ايوتيلايز utilize ماي سترينث كويس يعني الحمد لله مثلا فكرت اوف بابليك ادتني مثلا ميداليتين ذهبيات للشغل اللي عملناه في الكورونا مع الاثنيك ماينورتيز اوكي ف understand the strengths حقتك حقتك يا جويريه ما بس ما بس في حكايه يس yes, انت اسمك ماينورتي وبتفهمي وكذا وكده لكن السترينجز حقتك كشخص مثلا هل انت مثلا جود ثينكر اعملوا ال ال المايرس بريكس حقتكم يا جماعه مهم جدا اي زول ما عمل المايرس بريكس حقته يعمل المايرس بريكس كويس هتشوفوا البيرسوناليتي تايب بتاعتكم هل انت ديتيلد بيرسون هل انت لاست مينيت بيرسون هل انت كده and focus on your strength We utilize يور strengths to the maximum لكن في نفس الوقت realize و accept إنك you will never be زيهم أنا ما بقول أقل منهم لكن شنو أنت different ف accept the differences دي و work on ال 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 ال, 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 ال weaknesses بتاعت ال differences دي و utilize ال strengths بتاعت ال differences دي كويس يعني مثلاً إحنا هنا ودي شيء وكلكم المفروض تكونوا عارفينه إنه في inequality في تشايلد child health وعارفين إنه في um, childhood problems more في الـ 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 ethnic minorities عشان الـ deprivation، عشان الـ genetic makeup، الناس ذيلي عندهم more obesity و more whatever, A low uptake of screening و immunization، الكلام ده كله كويس، فإنتو لازم you have to understand الـ strength حقتكم في, 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 في الحتة دي. سؤالي دكتورة ميادة عن how to do the test, the Myers-Briggs test. Um, um, جوجل اون لاين في اون لاين في فري تيست تيست كويس اعملوه واعملوا المايرس بريكس تايبس حقتكم ممكن لقدام نعمل سيشن عن ال 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 انتليجنس و اويرنس uh وممكن يكون في لكن اي زول الليله جوجل مايرس بريكس كويس واعملوه اغلب الـ اغلب التولز في فري بارت ممكن تعمل الفري واعمل المايرس بريكس وبعد ده في جزء مدفوع الدفع ما كثير بيكون 10 جنيه 15 جنيه ممكن تعمل ال الجزء الم المدفوع كذلك لكن understand the miles breaks بتاعتك understand يعني السترينث ال strength بتاعتك عشان to utilize them to, 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 to the maximum لكن never never put yourself down by comparing yourself للخواجات الحته دي حقيقه شفتوا لو لو قدرتوا تطلعوا من الحته دي ويو focus on your own strength uh, الحكايه دي هت, هتشيل منك a lot of negative energy وهتخليك to excel لانك انت هتشتغل ب you will maximize ال, 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 ال strength حقك آه إضافة بس بسيطة لكلام الدكتورة إنه آه يا جوري عندي قريتي شغالة في شركة ما طبية وما عندها علاقة بالطب لكن كل ما يكون في اجتماع في الهيد كوارترز في لندن عايزين آه ريبريزنتيف للشركة بياخدوها هي دون أن بيجيت حرقوا ليتس واي بيكوز ونت تو أدفرتايز فور دايفرستي وعايزين يقولوا إنه عندهم دايفرستي في الشركة فبقت هي محظوظة أكثر من أصحابها أو زملاء الخواجات لأنه هي جاست شي ذا بلاك ومحجبة فكل الحاجات اللي بتجي والفري تيكيتس والبتاع بتجيها هي حتى في الـ في في الترقيات بتترقى اسرع لانه الناس محتاجين لزول اوف ا ديفرنت لوك في, في الهاير بتاع اساس فما دائما ما دائما اختلافنا عنهم از نيجاتيف ثينج زي ما قالت الدكتوره احنا نعمل اللي علينا لانه الحياة اللي ممكن نتعلمها نتعلمها بعد كده بتوين اور سيلف تكوني ون اوف ذا بيست عشان تمشي لقدام بسرعه هوب يعني شكرا شكرا لك يا بوران كلام يعني حقيقه كلام كلام ممتاز ممتاز جدا جدا ولازم تكوني عارفه انك انت بتمثلي اسمك ماينورتيز بتمثلي ا ديفرنت سيكتور اوف اوف سوسايتي عنده اتس اون نيد and عنده اتس اون عنده اتس اون تشالنجز اذا حبت برضو تكون جويريه اضيف انا حاجه يعني بيرسونال أو يعني حاجة يعني... بسيطة أتذكر طبعا كلنا ما شاء الله الإنجليزي احنا أنا أنا عن نفسي شهادة عربية زي ما بقولوا ف the English language is not our first language and it's not the, the best فكنت أحيانا كثيرة مثلا في الهاند أوفر في ال في ال في الـ يعني في الونسة في كده في كلمات منطوقة غلط كلمات بكون مكلكعة فيها شديد فالمهم بكون حاسة إن نفسي محروجة يعني فواحدة من ال كانت هي والله الكلينيكال سوبرفايزر حقتي يعني فقمت مره قلتها كده نطقت كلمه نطقتها غلط ما بتذكر شنو فقمت قعدت اعتذر يعني واضح اني انا كنت منحرجه جدا فقامت قالت لي اتس اول رايت قالت لي قالت لي موست يو know نو يو نو ان ماي لانجويج ماتش مور ذان اي نو ان عربي اي كانت سي ايفن ون سنتنس ان عربي اكشلي ار بيتر ذان مي عرفتي فانا من يومها صراحه كلمتها دي حسيت انها هي غيرت حاجه في المايند سيت حقي فعلا انه الناس دي اللي انت بتكون شايف نفسك اقل منه لكن انت اتليست عندك تو لانجويجز اغلبهم كان قلت لك جمله واحده بالعربي ما هيعرفها بالظبط <applause> اغلبهم ما بيعرف يشتغل في لو سيتنج انفايرومنت يعني لما نحكي لهم اقول لهم والله احنا العيان ممكن نطلب بس بوتاسيوم ما, ما عندي رفاهيه حاجه تطلب فول اسمه شنو هو رينال فانكشن ولا كومبليت فول بلاد كاونت بنطلب وايت سيلز انا فهم احيانا بيكونوا فيري ف. الزول لو لو عاين الاختلاف از از سترينث تخلي ده بيحل المشكله بطريقه كويسه يعني شكرا لك يا وفاء انت برضو الناس اللي براكتس في السودان ما يجوا الريزيلينس بتاع انك انت تشتغل في في سيستم ما هو الاكويب ايوه لو ريسورس ايوه يعني انت بتقدر مثلا الهيباتوميجالي بتقدر تعرفها بيدك هنا ما في زول اتعلم لازم يمشي للالتراساوند مثلا كويس ايوه ففي حاجات كده ف look at the positives يا جماعه look at the assets و think in in a, in in, in a positive in a positive way um, طيب أنا still running through the chat to see if there is any question that I had missed. Um, طيب uh, في دكتورة فاطمة uh, قالت I am um, to be enrolled in a mentorship program locally. How can I choose my mentor? Any advice? Uh, it's for img should i look for someone feel comfortable uh, with um, for example what uh, on what base i should choose my mentor okay that's a very good question you choose someone first you can trust the higher secondly someone يكون more experienced than you وبعدين وبعدينك ما تخجلي if you if you choose one وشعرتي انه الشغلانه دي ما 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 شا, tell them okay tell him or her we, we look for another one لانه هي عباره عن chemistry لازم يكون good chemistry ما بينك وما بين وما بين ال ال ال, ال, ال المنتور المنتور بتاعك وبعدين انا my own advice choose one يعني لو لقيتي منتور سوداني Uh, وتقدري تثقي فيه وكونسلتنت و, 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 و uh, لازم المنتور ده they have to have their best interest at heart كويس لازم يكونوا هاي يكون عايز ينفعك ويكونوا هما uh, uh, يعني يعني uh, عندهم belief في المنتور شيب ده وعندهم الوقت اللي هما يدوك ليه going back someone you trust Someone more experienced, someone you can develop good relation with um, any other question? You can also have your questions or your reflections directly. <st <vais> <qual parliament> السيشن كان ممتاز جدا جدا شكرا جزيلا دكتوره مياده انا بس عندي ريفلكشن بسيط على البوينت تحت الاي ام جي برضو يعني having been that long هنا في يو كي بس من تجربتي صراحه نحن وي underestimate our اور اكسبيرينس we وي our اور سترينث بوينتس واليو كي تريند دكتور الصراحة هم أبريشيات البوينت حقتنا دي أكتر مننا وزي ما قلت يا دكتورة ميادة ابتداء من إنه إحنا بنتكلم لغتين effectively reading writing وكله يعني فدي من الحاجات المفروض نحنا ننتبه لها يعني تكون واحدة من نقاط القوة حقتنا وبرضو حكاية التريننج different countries يعني لما الواحد يقول أنا اشتغلت في السيتنج في السودان واشتغلت مثلا في الخليج وجيت اشتغلت هنا at least انت you have the experience from three different uh, healthcare systems which هم دي ما عندهم فدي من الحاجات المهمة آ, جدا جدا ودائما في حتة الكمبيتيشن والمقارنة أنا يعني لي سنوات بسيطة ما بقول طويلة اقتنعت إنه you need just تكون منافس نفسك تنافس نفسك you need to be better than yourself last year that's all what you want. Uh, الحاجة الثالثة اللي عايزة أقولها اقتراح uh, لي في في سلسلة بتاعة ال ويل well being لو أخذنا سيشن أو توك عن uh, اللي هو tiny habits. tiny habits how to develop effective tiny habits لان it's very difficult يعني مرات الواحد بيقول اوكي okay, حاعمل واعمل واعمل ويخط البلان والبلان تكون كبيرة أو كثيرة على إنه يلقى لها وقت يعملها و just you feel disappointed شكرا شكرا لك يا ألا إضافة رائعة جدا جدا حقيقة لانه زي ما قلت الكومباريزون احنا دائما ما يندر يندر عاده الناس ال human being you don't compare yourself بالناس الاقل منك الا لو كانت عندك درجه عاليه من الايمان ودرجه عاليه من التوكل كويس لكن normal human اللي دائما compare yourself مع الناس الاحسن منك ونيجاتيفلي وده بيخلي يقلل الايموشنال ريزيلينس والسيلف كونفدنس وبيخليك a lot of negative energy تخش للكومباريزون ده بدل ما انت كنت الطاقه دي في انه انت تمشي لقدام and you build your own, you build on your your assets فانا بشكرك آه جزيل الشكر يا وفاء لو رسلت لي ممكن تاخدي لي الايميل بتاعك في الشات على اساس انه انا ارسل لكم آه البرزنتيشن حسه قبل ما اقفل الكمبيوتر I will do it now اي yeah. اكون آه, شاكرة ومقدرة أه uh. I send it now. وضح ليك يا دكتورة ميادة في الشات؟ أي، أوكي، تمام جدا. So uh, I think we had reached our uh, end of the day today and it was really a lovely session. Uh, شكرا دكتورة ميادة كثير. Uh, شكرا لك. الصراحة التوك حلو أنا واحدة من الناس um, عندي انترست قوي شديد في ال- في ال-, في ال relationship وفي ال- personal development. فانا اكيد رايت واحده من الناس حكون طوالي موجوده باذن الله في المحاضرات جدا طوالي لكل الشباب الموجودين شكرا لكم لمشاركتكم ويا جماعه بليز يا ريت لو ما ننسى الفيدباك الفيدباك حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا وبالذات انه في الديورنج السيشن كان في سجشن لمواضيع ولحاجات كثيره ما دارينا تضيع في الكراود زي ما بقولوا فيا ريت تكتبوها لنا كلها and um, uh, we will distribute it through the email of the al-jamia um, um, thank you thank you all and it was a lovely day hope to see you all again in the next session thank you أنا برضو عايزة أشكركم والله ولي الشرف ويعني أتمنى لكم مستقبل زاهر وأتمنى إنه كلكم تقدروا to function at the best version of yourself most of the time ما في زول نرجع لل 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 perfectionist ما بنقدر 100% لكن let us aim to 70% 50% وهكذا ومرة تانية بشكركم بشكركم جزيل الشكر Mahakum salam. Hi. Thank you. Thanks all.